يا رب دخيلك. أعطيني القوة لأقدر أوقف مع أولادي وساعدهم ليحققوا أحلامهم، ليصير كرم لاعب محترف، ولا تتزوج دفنة الشخص يلي بتحبه، ولا يكبر سعيد علي لساته صغير وبحاجتي جنبه رح يتبهدل إذا متت. يا ربي طول لي بعمري وخليني صابرة وقوية بس لأمن على مستقبل الأولاد. هذا أبشع يوم بيمر بحياتي لحد هلأ. يا ريتك كنت هون، أنا محتاجتك كتير عمر. وضع ماما كل ماله عم يسوء، عم تكابر على حالها مشان ما تبين لنا، ونحن عم نحاول نضلنا على طبيعتنا منشان ما تحس إنه منعرف. أنا هلأ حسيت فيها أكتر وعرفت قديش تحملت وعم تتحمل وجع مشان تخبي عنا الحقيقة وما نعرف بمرضها. الموضوع مو سهل وبيوجع كتير، ولتكمل معي اضطريت خبر جدي بمرض ماما. اتضايق كتير، صور جدي القوي اللي مثل الجبل بكي مثل ولد صغير، وزعل منا ليش ما خبرناه من قبل. يمكن معه حق، يعني كان فينا نخبره من دون علم ماما، ويمكن كانت تغيرت كتير قصص. بس بتعرف بعد ما خبرت جدي ارتحت شوي، يعني رح يوقف معنا ويدعمنا هلا، والأهم إنه ما بقى رح يضايق ماما ويزعجها، بالعكس رح يحميها من كل شي ويقربها منه. أنا متأكدة. أنا آسفة ضايقتك اليوم بقصصي، وكمان خلفت بوعدي إلك وبكيت كتير، يمكن لأنه في غيوم بالسما وما شفت النجوم. بس بوعدك رح ضل قوية ورح أضحك من جديد. حبيبتي أنا متأكد إنك هلأ عم تطلعي على النجوم مثلي، شايف وشك لي مثل القمر عم يضحك لي. يا ترى قادر تشوف هاي البسمة الصغيرة؟ ليك مع إني كتير مزعوجة بس مشتاقت لك وما بقدر ما أضحك لك. عم تسمعني؟ حاسس إنك كتير قريبة مني لدرجة إني ممكن ألمسك إذا مديت إيدي. اشتقت لك كتير ومو مصدق إمتى نلتقي. صبحي على خير حبيبتي، بموت فيكي. وأنا بموت فيك. القمر والنجوم رفقات العسكري. مرة كنت بمهمة، لولا القمر والنجوم كنا ضعنا بالجبل. في نجمة منهم بحاكيها وكأنها أبي، هديك النجمة أكتر وحدة عم تلمع. اليوم سألت عن أبوك بالمناسبة، كان مسؤول عن مفرزة وخدم هون، ولهيك أجيت لهون سيدي. كل عسكري منا مستعد يستشهد فدا الهلال والنجمة، راية وطننا الخفاءة. Thank you.
أبي ملك، معقول أنت ما حبيتني أبداً؟ ومعقول ما تحضني مرة تانية قبل ما أموت أبي؟ ملك، ملك، بسم الله بسم الله، خير إن شاء الله خير إن شاء الله. أبي أبي، قلنا في عنا جد وإجينا وكلنا أمل، بس كسرت بخاطرنا. وقت هربتي كانت مو موجود بحياتك، واليوم ما رح كون فيها. لا يا ملك، ولو سمعتيني عم قلك يا بنتي ما بكون عم قولها من قلبي، لأن الخنجر اللي طعنتيني فيه لساته مغروس بقلبي وعقلي، ومستحيل أقدر سامحك كل عمري يا ملك. ماما ما كان بدها أنه تسامحها لأنه مرضانة، وهذا الحكي قال لي يا الدكتور لما شرح لي وضعك، كان بدها تشوفك جنبها لأنك بتحبها. صار لازم أحكي مع نفيسة وخبرها بكل شيء. أختي نمتي شيء؟ فوت أخي تعال. أختي أعطيني مي. خير أختي، مرضاني شي؟ لا عم يضيق نفسي من كم يوم، ما بعرف ليش. وليش ما رحتي لعند الدكتور؟ مو حرزاني، أنا منيحة، يمكن من تغيير الجو. اوعى يصير لك شي أنت كمان. ليش مين غيري؟ لا ولا شي، كلمة وبتنقال، وبعدين أنت سندنا وشايلة حمل هالبيت، لهيك قلت لك هيك. ولا يهمك، خير اجيت اليوم متأخر كتير، شو القصة وين كنت؟ حكينا أنا وأبو خليل شوي. ايه ممتاز. لك أختي اسمعي مني وخليني أخدك على المشفى. إذا ما ارتحت هاليومين أكيد منروح، يلي مر علينا مو قليل وكله إجا ورا بعضه، كل يوم في مشكلة جديدة كل يوم، وطبيعي الإنسان يتعب من هالشي. شو جابك لعندي بهالوقت؟ ولا شي، سمعت سألتك وإجيت لأطمن عليكي وشوف إذا بدك شي. يلا تصبحي على خير أختي. ماما أنا طالع، بستناكي شي؟ لا أروح، أنت لا تتأخر، أنا عندي كم شغلة وبدي أمرق على السوق قبل ما أروح على الورشة. طيب ماشي، سلام. الله معك يا روحي. ألو، مرحبا، يعطيكي العافية.
أنا ملك كرداغ، كان عندي موعد بعد أسبوع مع المرشدة النفسية الست نيفين. يا ترى فينا نخليه اليوم لو سمحتي؟ شكراً كتير. يسلموا إيديكي، عزبتك معي، شكراً. صباح الخير. صباح النور حبيبتي. لا تعكلي شوي، وبيجي عمك قال باي، منفطر كلياتنا مع بعض ماشي يا عمري؟ برافو عليكي، والله دور الزوجة حلو. شو قصدك عفوا؟ يعني أحياناً بحسك عم تبالغي بالقصة خالتي. عم تحكي عن جد؟ صباحو. صباحو. صباح الخير. صح النوم يا روحي، عود. ليش كنتوا عم تتخانقوا عالصباح؟ كنا عم نحكي بصوت عالي بس. ماشي ولا يهمك، تعي يدي. لا ما بدي، رح أروح. الله معك. بدها تدرس هون شي؟ قصدي ناوية تدرس؟ ما بعرف والله. طيب يعني بدها تعيش معنا على طول؟ يعني رح أحكي مع أمها وأسألها شو ناوية تعمل هون. شو بدك فيها هلأ حبيبي؟ أنت زعلان مني، يعني رجعت متأخر مبارح وما حكيت معي شي. فكرت بكلامك مبارح وبشي اللي عمله كينان وتضايقت منكن. ايه طيب، وهلأ شو يلي ناوي تعمله؟ فكرت بالقصص ووصلت للنتيجة وراجعت حالي كمان وما عرفت مين اللي استغل التاني. ايه وشو يعني؟ ما فهمت عليك. يعني بالنسبة لكينان ما عاد يقدر يطرني بعد اليوم، ورح تفشل الخطط اللي عم يفكر فيها واحدة ورا التانية بعد فترة أنا متأكد، وبهي الفترة رح أخذ تسجيلات الكاميرا ورح ننتقل أنا وياكي. الباي هذا حبيبي، الباي يلي أنا حبيته، هذا حبيبي اللي بعرفه من زمان. خلينا نبعد عن كل هالمشاكل ونروح وننبسط ونعيش حياتنا. شكراً كتير لأنك صدقتني. خلينا نبعد عن كل هذا الهم. طول بالك، سخنت لك خبز لحتى تاكل. لا ما بدي اكل شيء، بدي روح بعد شوي. طيب مثل ما بدك. شو صار معك؟ حكيتي مع امك؟ هي منيحه؟ ايه الحمد لله. رح تروح تشوف المباراه تبع كرم، نروح نحن كمان ومنرجع لهون كلنا مع بعض، وبلكي بنقنعها تقعد عنا فتره. ايه مو غلط، يعني وقت تشوفك مروق وتحس انك ممكن تراضيها بتضلها اكيد. ان شاء الله بنتي ان شاء الله، بس هيك عم نضحك عليها. وحتى ولو، نحن نيتنا طيبه. يسعد صباحك اختي. وصباحك. كيف صرتي؟ باخدك على المشفى؟ خير؟ ليش المشفى؟ انت مريضه عمتي؟ لا يا روحي، سعلت شوي بس جدك بكبر القصص. أنا منيحة، ما في شي. أوسكا جيبي لنا الشاي بنتي. عمتي في مباراة لكرم اليوم المساء، رح نروح نحضرها. اي روحوا عليها، بس أنا بدك تعذريني، مو خارج روح أبدا. اي ولا يهمك، أصلا نحن رح نجي بعد المباراة لهون. اي أكيد رح ترجعوا لهون، يعني شو بتناموا بالشارع؟ لا مو هيك القصد، ماما جاية معنا. خليها تجي، إن شاء الله كل يوم بيلعب كرم مباراة، بما إنه رح نجتمع كلنا مع بعض. صباح الخير، شو شافك مروق؟ إيه والله مروق كتير، صباح النور. شو حلت المشكلة مع مرتك؟ لا ما عملت شي، تركت كل شي على حاله والله، بس روقت وقت شفتك يا أخي. على راسي. لك هاد هو الباي اللي بعرفه من زمان. أهلين وسهلين يا شريك. ليك رح نصير ملوك هذا السوق كله، وأنا قريب كتير صدقني، وما حدا رح يقدر يعمل شي بلا ما يستشيرنا. في بلا خطة يعني؟ طبعا في خطة،
شو حامل هالراس على الفاضي؟ زينال مانو هون؟ من شوي طلع. معي رسالة إله. نحن نستلم. روح استلم هاي الورقة الباي. والله كأنه مشيت الأمور بسرعة وصاحب المحل دغري تصرف. أي ممتاز. طبعاً ولسه الخير لقدام. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا متحف نورت. منورة بوجودكم والله. شو شايفكن عم تسقوا الوردات؟ إيه والله عم نتسلى فيهم، شو بدنا نعمل؟ إيه ممتاز، معناتها رايقين. وين ملاك بدي شوفها؟ لأنه جاي أخبرها شو قررت، رح أروح على إسطنبول. يعني بما إنه وضعها تحسن لأختي ملاك صار فينا نبعد شوي. إيه متحف تعال نقعد، بدي أحكي معك. خير إن شاء الله. تعال تعال. شو القصة أخي، خوفتني. بالأول عود. ليك متحت القصة مو مثل ما فكر أنت، لهيك روق شوي. ملك لساتها بحاجة إنك توقف جنبها. شو يعني ما فهمت؟ ملك وضعها مو منيح كتير، يعني العلاج ما عم ينفع. السلام عليكم أبي. وعليكم السلام. اطلب لنا كاسين شاي ابني. عكاش خذ للمعلمين كاسين شاي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ليك شفت بعينه السيد كنان بده يفضي المحلات، اشتراها جديد. والله مو قاهرني غير اللي باعوه لهالواطي، يعني كيف بيبيعوه لحدا غريب؟ يعني مو بعيد بكره يقلعنا من شروشنا. والله مو طيب بلا سكر. لساتني لهلا ما تعودت عليه، بتصدق؟ الدكتور مانعني عن السكر، بس انت فيك تشرب. يلا خود جاهزة. يلا شراب. شو اشربوا عنك كمان ابو محمود؟ عمر 20 محبوبي يا عيني، هداني خاتم الماس. ترنم ترنم هذا قصدي ومطلوب. والله زينال عاطي كتير وش لكينان وجماعته، مو مثلك مو عاطيني وش، على القليل اشرب كاسة الشاي. وصلت هاي الرسالة من شوي واستلمناها عنك. يسلموا ايديك. شو هاي؟ ورقة رسمية بس ما قريتها والله. لا لا مو هيك، شوي مو رسمية. شو هاد؟ شوفي صاير شي؟ أنا مستأجر هالمحل من سنين،
كيف ما بيخبرني وبيبعث لي أمر إخلاق؟ ليش؟ مو دافع له الأجار للزلمة الله يسامحك كنت قلي يعني؟ لا دافع له، إلي سنين بهالمحل ولا مرة تأخرت عليه بالأجار. إيه؟ والله ما بعرف شو صار له. هلأ فهمت، طبعاً هالشهر بيخلص عقدي وما بده يجدد هالمرة. يا ربي شو هالحظ اللي علي أنا؟ شو بدي أعمل هلأ؟ لسه من يومين رحت خطبت وحطيت اللي فوقي واللي تحتي. يا ربي وين بدي روح بحالي؟ وين بدي لاقي دكان جديد؟ والله انخرب بيتي، ما عاد أعرف شو بدي أعمل. لا حول ولا قوة إلا بالله. عمي أبو خليل انخرب بيتي والله. ليك شو وصلني؟ ليك حمزة بده يعني فضي الدكان. بسم الله، ليش بقى؟ والله ما بعرف ليش. أنا مستأجر عند الزلمة من سنين، معقول يطالعني فجأة؟ لا تتضايق، بجوز عمل هذا الشيء ليرفع الأجار أو هو بده يفتح المحل. أنت لا تتدخل بالموضوع. حمزة برا البلد، ليش رح يجي يفتح المحل؟ في إنا بالموضوع. شو أعمل؟ لسه من يومين خطبت، لازم لاقي بيت وأبدأ فرشه. بس ليك شو صار معي هلأ؟ خلص لا تأكل هم يا زلمة، مو اشتريت محلات جداد وعم يفضوهم الشباب؟ خلص بتاخد واحد منهم ولا يهمك محلولة. نحن موجودين، ما رح نتركه. زينال هو مقطوع ونحن أهله. ما لا تأكل هم ابني، راح نحكي مع حمزة ونحل الموضوع. شكرا. زينال أنا بالدكان إذا احتجت شيء. شكرا أخي. لك أبو محمود، واضح في شي شاغل لك بالك وزعجك، بس لازم ترجع لوعيك بسرعة وقت. ليك السوق مقلوب فوقاني تحتاني، رح تضلك قاعد هيك وتترك كنان يصول ويجول على كيفه؟ والله أنا من زمان كاشفه إنه واطي، وقلت لك لا تفوتن على السوق. ليك شو صار؟ عجبك هيك؟ خلاص أبو خليل، شو صار يعني؟ مو المحلات والسوق من أموال هالدنيا الفانية؟ ها؟ هذا السوق مو بس سوق مال، هالسوق تاريخنا وذكرياتنا. مدحت تفضل شراب مي وروق شوي، ما بيصير غير اللي كاتبه الله، لهيك روق وسلم أمرك لربك. صحيح، إن شاء الله خير. ليك مدحت لازم نروق شوي، بالآخر لسه في عنا أمل وما رح نستسلم. طيب أخي ملك عرفت بهالموضوع؟ إيه طبعا، بس هي وعدتني إنها ما تستسلم وتكمل. طيب أنا بدي فوت غسل وشي. أخي شفت؟ لهيك قلت لك ما لازم تخبي الموضوع. ليك شو صار؟ كان ناوي يروح يستقر مع مرته باسطنبول، ولما عرف زعل كتير ولغى المشروع كله وكل اللي هامه سلامة أخته. أنا آسف، أنت غلطت. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين عمي، تفضل. أهلا وسهلا عمي. قاعد بالسوق ما عندي شيء إلا تلاقيجي واطمن عليكم. شو الأخبار؟ كل الأمور تمام؟ الحمد لله. يعني ما في مشاكل بنوب؟ خير. شو عم تعمل هون؟ مدحت هدول بدهم يومين ليجازوا أخي. ايه وإذا احتجت أي شي خبرني وبجهز لك يا بسرعة. طيب ماشي، شكرا كتير، يلا يعطيكم العافية. موفق. ايه
وين ملك؟ هي وصلت على السوق تجيب غراض. طيب اسمعوني منيح، أنا ما بعرف شو اللي عم يصير هون، بس لازم نعرف بكل شيء. هاي الورشة إلنا كلنا، لا تنسوا هالشي. ها؟ كلامي واضح؟ منيح، الله يعطيكم العافية ويرزقكم. ليش هيك حكى؟ معقول عرف بالحجز؟ ليك لا تقول ما قلت لك، عمي أبو محمود ما إجا لو ما عارف شي. مرقت على خير، بس عارف شي. العلاج النفسي بيشبه المراية منستخدمها لنشوف نفسنا، وكمان ما فينا نشوف ماضينا إذا ما وقفنا قدامها. حياتنا مليانة بالمفاجآت، ممكن تكون سارة أو ممكن تكون حزينة، بس بالحالتين هاي المفاجآت رح تأثر على حياتنا وممكن تغيرها للأبد، خاصة إنه هالمفاجآت بتصير ونحن مو مستعدين إلها، ولهيك مهم طريقة استجابتنا وتعاملنا مع هالحدث. وهي الطريقة بتكشف لنا كتير حقائق عن أنفسنا، مين نحن وشو أفكارنا، ومنقرب من أنفسنا أكتر بهي اللحظات، ومنكتشف نقاط قوتنا ونقاط ضعفنا، هي اللي بتكون شخصيتنا. وطبعاً رح نلاقي كتير مخاوف وسلبيات بشخصيتنا، بس ما في داعي نخاف من مواجهتها، لأنه ما بهم إذا فشلنا، المهم إنه ما نستسلم. أهلا وسهلا بنتي. أهلين عمتي. مو عرفانة شو بدها تعمل، عم تتسلى. ماما صباح الخير. صباحو يا روحي، كيف بنتي الحلوة؟ أخ شو أخبارك، منيحة أنتي؟ منيحة، كنت عم اتدرب على معزوفة جديدة. برافو عليكي، لازم تتابعي تدريب لأنه عزفك عم يتحسن يوم عن يوم يا روحي. ما شاء الله لحقتوا تشتاقوا لبعض. لسه مبارح كنتوا سوا. وحتى ولو بشتاق لعطول وما بتحمل نبعد شوي عن بعض. ما بلومك، وأنا مشتاقة لأمي كمان، بس مو قدرانة شوفها. قولي لمحمود وروحي اقعدي عندها كم يوم، معقولة تضلي هيك متضايقة؟ يعني ليش ما خبرتي؟ لأنه ما بقدر، الدكتورة منعتني من السفر الطويل. أنا كنت رايحة على الورشة، بس قلت خليني مر لهون قبل ما أروح وأعطيكم هالشراب، مبارح عملته، قلت دفنة بتحبه. شكراً كتير يا أحلى ماما. العفو، صحة وعوافية قلبي. رح أخذهم على المطبخ. يلا روحي حطيهم بالبراد مشان يبردوا. فوتي اقعدي شوي. لا ما في معي وقت. عمتي كنت بدي اسألك عن شي، بعده جهازي موجود؟ موجود كله. كان في قصص مطرزة على الإيد عملتي لي ياهن، شراشف ووجوه مخدات وشوية ركايات، بعدهم موجودين؟ كلهم مطويين ومطبوبين على جنب.
بصندوق الصدق. صاير معك شي؟ لا عمتي، بس خطروا على بالي فجأة مو أكتر، وحنيت لهديك الأيام. شو بدي أقول، هدول الصندوق وغراض الجهاز يلي إلي عطيهم لدفنة وقت تتزوج. معليش عمتي، بدي إياها تطالعهم معه وقت تتزوج عمر، يعني حابة تكون هدية مني لإله. تكرم عينك، إذا ما عطيناهن إلا لمين منعطيهن؟ ملاك شو صاير لك؟ ولا شي والله. يلا لازم روح، تأخرت، طلابي عم يستنوني. عمتي شو يا روحي؟ وقت كنت صغيرة أبي هداني علب ألوان وعلب هندسة حلوين كتير، كنت مخبيتهم بغرفتي، عرفتيهم؟ طبعا. وهدول كمان معلش تعطيهم لسعيد علي، بس يكبر شوي بيحب يرسم بيوت حلوة، بجوز يصير مهندس بالمستقبل. ودهباتك منعطيهم لعروسة كرم؟ اطمني حبيبتي، شو هالحكي؟ خوفتيني عليكي. ما في شي والله، خطروا على بالي فجأة بس. اي منيح، وانتي ديري بالك على حالك عمتي. دكتور لا تأخذني، صرت جاي لعندك أكثر من مرة وسألك عن وضعه، بس والله قلبي شاعل نار ومو عارفان شو أعمل. أهلا وسهلا فيك بأي وقت. بصراحة نحن بلشنا العلاج وكان عنا أمل تستجيب له، خاصة أنه اكتشفنا المرض ببداياته، بس مثل ما بتعرف حضرتك مرت بظروف كتير صعبة وصار معها كتير مشاكل، وبهذا النوع من الأمراض الحالة النفسية مهمة كتير وبتأثر على العلاج. ما حدا خبرني عن مرضها دكتور، ولا كنت حميتها؟ صراحة الست ملك طلبت ما نخبرك، وقال لي رح توقف العلاج لهيك اضطرينا، وصراحة إذا بتعرف إنه عم نحكي هلأ بجوز توقفه فورا. ولا يهمك دكتور، اللي شو رح نعمل هلأ؟ يعني ما في طريقة تانية للعلاج غير الجرعات؟ بالأول الجرعات عطت نتيجة ممتازة، بعدين ما عاد نفعها، لهيك طبقنا معه علاج تاني، بس حتى هذا العلاج ما فينا نكمله، والسبب إنه مناعتها ضعيفة وجسمها ما رح يتحمل هاي الأدوية. يعني قصدك تقلي إنكم عملتوا كل اللي عليكم؟ ما بعرف، بلكي في علاج تاني بغير بلد أو بمشفى تاني، ولا تواخذني عن دكتور تاني، يعني معقول ما في أمل بالمرة؟ لا لا ولا يهمك عمي، أنا اتصلت بأستاذي، هو بروفيسور كان جاي من برات البلد ليحضر مؤتمر، وشاف الست ملك راحت لعنده عقضنا، حتى هو اللي حط المرحلة الثانية من علاج الست ملك، بس مثل ما قلت لك ما نجح. يعني مشان هيك راحت من فترة عقضنا؟ دكتور بنتي عم تموت قدام عيوني، معقول ما في ولا حل؟ اللي أي شيء، حتى لو كان العلاج غالي بياكل أملاكي، كرمال الله اللي إنه بنتي ممكن تشفى. الحب رح يشفيها عمي صدقني، بكفي إنكم توقفوا حدها وتساندوها بهي المرحلة، لأنه دعمكم وحبكم أقوى من كل أدوية الدنيا صدقني. أهلا وسهلا. خير، شو صاير معك؟ قعدي سيرا. صاير شي مو حلو؟ انتي مو مبارح قلتيلي خلينا نترك غازي عنتاب ونروح نعيش بغير مكان؟ ايه صدقيني كنت حابب، بس ما فينا. مدحت شو صاير؟ اذا في حدا قايل لك شي خبرني فورا. اختي
وضعها سيء كتير. انت شو عم بتقول؟ عأساس منيحة؟ خليل خبى القصة مشان ما تسمع اختي، بس هلأ هي عرفت كمان. يا حبيبتي يا ملك، والله حرام. اهدى، معناها رح نبقى ما رح نروح. نحن رح نضل هون جنب اختك، ما رح نتركها ورح نساعدها على طول. ماشي؟ طيب. أنا ما كان بدي إياكي تعيشي كل هالقصص معي. الحقيقة من لما دخلتي على حياتي ما نشفت دموعي. فيك تطلع فيني؟ أنت من لما دخلت على حياتي فهمت إنه في حدا بيحبني، عرفت شو بتعني العيلة كمان. مو أنت سبب دموعي، مين قالك هذا الشي؟ بالعكس أنا تعلمت الضحك معك. أي طبيعي يكون في عنا هم ووجع وتنزل دموعنا مع بعض، بس أكيد رح نعيش كل هالشي مع بعضنا. بدنا نوقع ونوقف سوا. يعني مرض أختي والشي اللي عمله أخي وأبي فيني هالأمور بتتعب كتير يا سيران. خايف شي يوم تندمي على هذا الزواج وتقولي يا ريت ما تزوجت. جنيت مدحت؟ رح أندم على زواجي منك؟ وأنا كمان فوتك بمشاكلي. ممكن رح تفقد حياتك على إيد أبوها للبنت مدحت؟ يعني هلأ أنت ندمان لأنه تزوجتني؟ لا أبداً، ليش لحتى أندم؟ إيه بس أنا بحبك كتير سيران. وأنا كمان بحبك يا روحي. لك أنت حبيب قلبي يا عمري. لا تفكر هيك مرة تانية، خلينا نفكر بأختك ومرضها. طيب. معناها لك برأيي اليوم نروح لعند ملك ومناخد حلو معنا، رح تنبسط كتير. منروح. أهلين معلم. أهلين فيك. ما سألت على مدحت كيف الوضع؟ هداك اليوم شفت معلمه وحكيت معه، قال تعود على التاكسي وصارت أموره بخير. حلو. صحي معلم، ألف مبروك. هداك اليوم شفت مرت أخي فيلدان بالورشة. لسه ما صارت مرتي، لا تقول هيك بتصير مشاكل بعدين. لا معلم ما بحكي قدام حدا. يعني عم تشتغل بالورشة؟ حلو كتير. رح نحاصر كل الأماكن لحتى نصل للي بدنا إياه. لازم روح وبارك لها كمان. خير كنان، لمين بدك تبارك؟ إلك ولمرت أخي. هي ما أنا مزعوجة مني لأني سرقت زوجها منها، وهي الساعة رح تكون هدية الصلحة كمان. قطعة أسرية مرتبة، بس ما بعرف إذا بدها تعتبرني أنا القطعة الأسرية ولا الساعة. أنا أجيت لعندك أمي، جبت لك معي زهرة اللافندر يلي بتحبيها. لما كنا صغار كنت تخلينا نقطف زهر اللافندر ونحطه بالبيت، وكانت تفوح ريحته اللي مثل المسك بكل محل بالبيت. كان أبي يحب زهر اللافندر وريحته كتير. يا ترى لهلأ لساته بيحبه؟ وبتذكر كمان إنه كنتوا بكل عيد تعطونا العيدية ومع زهرة لافندر. يا الله قديش كنا ننبسط. كنتي أنتي وأبي تلبسوا أحلى تياب عندكم وتقعدوا بأرض الديار تشربوا قهوة من الصبح، وكنا نحن نلبس تياب العيد ونركض لعندكم أنا وأخي مشان العيدية ونوقف قدامكم ونبوس إيديكم. كان أخي محمود يعصب ويقول أنا الأكبر لازم تعطوني عيدية أكتر، كان يتدلل ويضرب رجليه بالأرض وأبي يضحك عليه ويقول أنا بحبكم أنتوا الاثنين مثل بعض، لهيك ما فيني فرق بيناتكم يا ابني. أنتي كنتي حامل بمدحت، كنتي تحطي إيدك على بطنك وتمزحي مع محمود وتقولي له رح نقسم العيدية على ثلاثة، لا تزعل محمود، وتضحكي. قديش كانت حلوة هديك الأيام، كنا عائلة سعيدة كتير. وهلأ أنا كمان عندي أولاد، وعن جد بحب كل واحد فيهم مثل التاني وما بفرق بيناتهم. أنا عن جد رح كون مبسوطة إذا تركت لهم هي العدالة اللي تعلمتها منكم قبل ما أموت. بجوز عن قريب اجي لعندك امي، بس حطيني جنبك ونايميني بحضنك على طول.
الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. أبي خير؟ ليش طلبتني بسرعة؟ هذا حمزة بعت ورقة لزينال ليفضي المحل. شو بدي أعمل؟ أعطيني إياها لشوف. كيف بيعمل هيك بدون سبب؟ أنت إلك هون سنين؟ ما بعرف ليش، وأنا ما فهمت القصة. طيب لا تأكل هم، أنا بحكي مع العم حمزة. جد رح تحكي معه؟ والله بتبهدل إذا بده يطالعني. ها أنت بتعرف أني خطبت من جديد ولازم استأجر بيت. هلأ إذا بقيت بلا شغل شو بدي أعمل؟ يا ربي لا تخجلني قدام حدا، مو ناقصني أنا. شو صار لك؟ هلأ أنت لساتك هون؟ رح شوفه وإحكي معه خلصنا. شكراً أخي. إدريس. أي معلم. أنا رايح على الورشة، انتبه على المحل. طيب معلم ما تقلق. وهذا عم يخطط لشي كمان، لما هو عرف حاول يسيطر على زينال، عرض عليه محل من محلاته مشان ما يبقى هيك. أنا متضايق منه كتير، ولو عندي دليل إنه ألباي هو اللي حرق السوق كنت قلعت الاثنين وارتحت. لك أنت ليش عم تتقرب منه لهالحقير؟ ما فهمت إنه هذا وألباي عم يحتالوا على الكل؟ عمي أبو خليل، يعني تصرفات كنان مو بشعة معي جد. من لما أجى الزلمة لهون على السوق عم يمد إيده إلي، والله بيشهد، بلا ما نظلمه بدون سبب. منيح طلعت حلوة كتير. أم عمار. إيه رضا. رح وصل الطلبيات وارجع، المحل بأمانتك. طيب لا تقلق، الله يعطيك العافية. الله يعافيكي. من هذا الجنب هيك كتير منيح. أيوة ممتاز. عفوا لو سمحتي. سيد كنان. أنت هون كمان؟ جد صدفة حلوة. إيه تفضل، كيف بخدمك؟ كنت جاي مشان هي. أنا رح أوصلها لخليل وهو رح يهتم فيها أكيد. سيد فيلدان، أنا من مدي حابب أحكي معك شوي. خير، بخصوص شو رح تحكي معي؟ بجوز تكوني سمعتي عني كتير شغلات ما أنا حلوة. بتعرفي إنه عشنا شغلات بشعة؟ يعني إذا بتسمحي لي أنا حابب خبرك ليش عم ينحكى عني هيك. لا ما فيني أطلع من الورشة وأترك البنات هلأ، ما في حدا. طيب لما تخلصي ما فيني شوفك؟ لا سيد كنان، لأنه أنا رح أتأخر بالطلعة اليوم كمان، في مباراة مهمة اليوم لأبنا لملك كرم، وملك ما رح تجي، هي رح تروح تحضر، والورشة بأمانتي هلأ. طيب رقمي مكتوب هون، بس أكيد رح أستنى منك خبر وقت تكوني فاضية شي يوم. بخاطرك. موقع منيح بس لا تفرح كتير فيه، لأن ما رح تطول كمهاجم. ليك يا أخي، برأيي تتعود على الاحتياط. لأنه ما رح تلعب مهاجم لفترة طويلة. يلا يا بطل، انت قد ورح تربح المباراة. جميلة المشجعين، لا تقلقي أكيد الربح إلنا، بس ادعي لي يا أصلي.
ألو دفنة، وين أنتوا هلأ؟ عم استنى ماما، اجيت أخذها، رح نطلع بعد شوي. ليش لساتكم بالبيت؟ لا تخاف، رح نكون عندك بعد شوي. يلا أمشي. هي إجت ماما. كرم ما؟ إيه يا روحي، عم بدعي لك. يلا جايين، لا تبلشوا. أحلى أم بالدنيا، بكفي سمعت صوتك لأربح. إيه لا تنسى تربط البوط قبل ما تنزل على الملعب بخاطرة. عم استناكم. يلا بنتي خلينا ناخد تاكسي من هونيك. ما في داعي. جدي هو. هيك رح نتأخر ماما، يلا نركب. يلا يلا تعي طلعي. يلا ماما يلا. مرحبا. شكرا كتير أبي، فرحت لأنك إجيت. طبعا رح يجي، معقول ما شجع حفيدي؟ كيفك انتي؟ أنا بخير أبي. ليش صاير شي؟ لا، شو بده يصير؟ رايحين نشجع. شو مانك نايم؟ خير إن شاء الله، عم تعملي زيارات كتير لعنا. أخص عليك، جاية لأخطفك. ليش؟ أصلي معنا بالبيت. أنت بجهز لك كيكة طيبة من تحت إيدي، منحط فيلم ونتفرج سوا. ما بدك؟ ها. لا بدي. طيب تعي يلا، نحن بدنا نروح. شوف، طولي بالك، ما بدي روح. شوف، لا تقبلها،
الحمد لله. لا تخافي على خير الله. انا اكيد هو مين؟ ما انك شايفتيه عم يقوم. زينال، حكى صاحب المحل شيء؟ لا والله يا أخي، عم استنى خبر من خليل، هو رح يحكي معه. ليك ابني عرضي لساته قائم، المحل فاضي وليك هنيك، تعخده إمتى ما بدك. الله يخلي لي إياك يا أخي، بس رح استنى خبر من خليل وبشوف. إيه طيب، لا تقلق أنا هون. شكراً كتير. أهلين معلم. أهلين فيك. وينو الباي؟ اجت فوندا لعنا وراحوا مع بعض. عن جد؟ ليش يعني؟ عندهم مشكلة؟ لا معلم، كانوا بخير ووضعهم منيح، حتى مرت أخي قالت له رح جهز لك كيك ونتفرج على فيلم كمان. يا سلام، فيلم ها؟ ايه؟ لازم، اتمنى لهم مشاهدة ممتعة. هي يا أخي كنان. الباي مبروك. خير أخي؟ صار كرم مهاجم الفريق. قول والله. شو ما عندك خبر؟ واليوم عنده مباراة. لا والله ما حدا خبرني. ركود وافتخر بابنك، لك في حدا بيترك ابنه بهذا الوقت؟ خليك جنبه هلأ. طيب رح روح فورا. ايه كنان، يسلم وبتشكرك. Her masalın sonu var mı?